ساشا يبي يحضر المفاجأة كبيرة لبسان، شيرو يستعد للتحدث عن مواضيع قوية، شاهدوا المزيد من التفاصيل. أول خبر لدينا هو عن اليوتيوبر أنس الشايب الذي يستعد للدخول في مباراة أخرى للبوكسينج، وأيضا قام أنس بالأمس بفتح لايف حكى من خلاله أنه يحضر لمفاجأة قوية لبسان إسماعيل، والبعض يتوقع أنه يمكن أن يطلب يد بسان للزواج، فما رأيكم أنتم بخصوص هذا الخبر؟ اليوم راح نكسر الروتين يا جماعة. دوينا النوس روتين بجينا ستايل الجيم. يا سلام، ورجيني عضلات عزوتي. طبيعي بخد شبر. هذا مو أوبر؟ شبر. لك عضلاتي بعد. شوف. يا ويلي. هذا هرمونات أوبر عزوتي. طبيعي. ليك أنا هون الطبيعي هون. شيرو أمارا سيقوم اليوم بنشر فيديو مع أنس الشايب، صرح من خلاله أنه سيتحدث من خلال هذا الفيديو عن شيء زعجه، ويمكن شيرو رح يجيب العيد بهذا الفيديو، فترقبوا. عندنا مفاجأة بعد كم من يوم. قولي الله يا رب واحد ماما يعني. انت علي انا بقولك يلا واحد يلا قلبي قلبك الله يلا 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 ما حطه في الفلوق. عليك الشباب. لا ننهي فقرة الأخبار باليوتيوبر غيث مروان الذي تفاعل مع متابعيه بمجموعة من الستوريات مع والده. قال شوف شو لقيت عند عمه. مرحبا. يعطيك العافية، وذكرتنا بذكريات يا فول. ممكن تعملنا هيك فولاية هيك جميلة مع حمص مع شو؟ بطلت عارف مع شو اسمه هذا الليمون؟ مع ليمون وش؟ كمون فليفلة بليلة وسم. شو هاي طبخة هاي صارت؟ شو محاشي يعني. هاي قاعد شايفين هذول البنتين، شوف شعر احلى نظاره بالعالم. ثانك يو. حضل لابسها احلى من نظارتي تعيد عمليه العيون. شو والله كشخه. شو رايك بابا؟ منيح. بروم شو اسمه لهون هلا لوين رايحين؟ صلنفه. ياس بالطريق كنا بلادي كان شمس وتان وقصص، يعني الواحد بيسوي تان كله غيم. واو وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا كثير لدعمكم وحبسكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، حطوا لي لايك. حلو مثلكم، نشوفكم بالفيديو الجاي. شوفي. شكرا.